ولتسليط ضوء أكثر حول الأزمة القطرية بعد المقاطعة العربية، ينضم معنا مباشرة سيادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بك معالي السفير. وفي البداية لابد أن نفرق ما بين هذه العقوبات والمقاطعة العربية لحكومة دولة قطر وبين الشعب القطري الشقيق. يعني في البداية سيادة السفير لابد أن نلفت الانتباه للشعب القطري بأنه لابد أن يعي خطورة هذه المرحلة التي يمر بها من خلال هذه المقاطعة. السؤال هنا سيادة السفير، هناك العديد من نماذج دول كثيرة يعني دعمت ومولت الإرهاب واكتوت بناره، يعني في الآخر اكتوت بهذه النار وانقلب السحر على الساحر. ماذا على الشعب القطري الآن أن يفعل؟ الحقيقة زي ما أشار التقرير بتاعكم، الشعب القطري كان في الفترة السابقة بيواجه موقف صعب جدا، ولكنه لم يكن على إدراك كامل بهذا، نتيجة أنه الإطار العام اللي قدمته المجموعة الحاكمة في قطر بتحاول تقنع الشعب القطري أن هناك نجاحات كبيرة أحرزتها عن طريق المجالات الإعلامية والمجالات السياسية وما إليه. ولكن في الواقع هناك ثلاث مشاكل أساسية واجهها الشعب القطري نتيجة السياسات التي اتبعتها المجموعة الحاكمة. الأولى سياسيا، لقد أصبح هناك يعني فجوة بينه وبين معظم الشعوب العربية، لإحساسهم لو إحساس الشعوب العربية بأن قطر بتتدخل في شؤونهم وبترعى الإرهاب وبتؤثر تأثيرا سيئا جدا على مسارات الأمور في كل هذه الدول، وبالتالي هناك إحساس بأن هذا مش طبيعي. والاتجاه السابق أو الحالي للحكومة القطرية لا يساعد على إيجاد الود والتواصل بين الشعوب العربية وبين القطريين بشكل عام. ولكن من ناحية أيضا اقتصاديا بتكتشف أن المجموعة الحاكمة بتصرف مبالغ رهيبة على مجالات متعددة ليس لها فيها منفعة للشعب القطري. يعني أنا أدي نموذج بسيط يعني من أحد النماذج، أنهم أنشأوا قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية بنص مليار دولار ثم أغلقوها بعد 4 أشهر لمجرد أنها فشلت. يعني بيصرفوا مصاريف لا حصر لها في اتجاهات متعددة لا تفيد الشعب القطري ولا يستفيد منها الشباب القطري وما إليه. بالإضافة إلى هذا، يعني سيادة السفير، يعني حديثك عن هذه النقطة، أن الشعب القطري يعني عذر عند هذه النقطة، هل الشعب القطري يعني مكمم الأفواه أم أنه ليس لديه الوعي الكافي في تلك المرحلة عن يعني هذا الكم الكبير من المليارات الدولارات التي تصرف يعني ولم يتم الاستفادة منها بشكل حقيقي ولم تعود على الشعب القطري ذاته؟ لا، شوفي، المجموعة الحاكمة خصوصا في بلد صغيرة زي قطر تستطيع أنها تعمل مناخ إعلامي يصور للشعب القطري أن هناك نجاحات كبيرة وما إليه، وبالتالي ما يبقاش في وضوح ما هي الصرف والتبذير اللي بتقوم بها المجموعة الحاكمة في استخدام الأموال القطرية في دعم الإرهاب، في إقامة مشاريع وهمية، مشاريع ليس لها تأثير ولا فاعلية زي اللي أشرت إليه. وبالتالي هناك مشكلة الحقيقية أنا حتى أحسيتها عندما كنت أدرس لبعض الطلبة في بعض المجالات القطريين، أنه بيقول لك المواطن القطري لا يستفيد من كل هذا، يحس أنه هو لا يأخذ حقه. فبالتالي هناك مشكلة حقيقية بتواجه الشعب القطري قبل هذه الأزمة. هذه الأزمة ستعيد ستترك يعني بصمتها على مستقبل الشعب القطري والمجتمع القطري، أنها في الأول مرة سيكتشف أن هناك أنه يجب إعادة رسم الحياة القطرية والعلاقات القطرية العربية والعلاقات الدولية بشكل عام لكي يستفيد منها المواطن القطري، مش لكي يستفيد منها المجموعة الحاكمة. نعم، سيادة السفير، أنها تقوم ما نلاحظه الآن بأن يعني أصوات أو ارتفعت أصوات المعارضة القطرية في الأونة الأخيرة يعني وتحدثت عن إهدار أموال دولتهم، ماذا تتوقعون في الفترة القادمة يعني من حراك سياسي أو عسكري، يعني خاصة في ظل هذه الأزمة التي لم يظهر أي بارقة أمل لأي حل على الساحة الآن؟ شوف، هو دي أزمة عميقة جدا بتواجه الشعب القطري والمجتمع القطري بشكل عام، وده مجتمع صغير وظروفه صعبة لأنه ليس له اتصال بري إلا عن طريق السعودية، والسعودية ستقاطع القطر، وبالتالي عندهم مشكلة حقيقية في التواصل وفي نقل أي حاجة بتصل إلى السوق القطري وما إليه. بالإضافة إلى هذا،
هناك مشكلة في أن المجموعة الحاكمة بتسيطر بشكل غير عادي على مقاليد الأمور وبتنفق ينفق فيه تبذير مالي، ولكن للأسف ليس هناك احتمالات للتغيير السريع في داخل قطر. هناك دلوقتي بيحاولوا يبنوا علاقات تحالف مع تركيا ومع إيران، وده سيؤثر تأثيرا سلبيا على صورتهم داخل المجتمع وداخل المجتمع القطري وفي العالم العربي ككل. ولكن إلى أي مدى سيكون هناك محاولة للتغيير السريع؟ ده يعني سؤال مطروح ما عنديش إجابة عنه. نعم، يعني على إثر حديثك سيادة السفيرة الحديث عن تركيا وإيران، هناك العديد من الخيوط المتشابكة، هناك قاعدة أمريكية في قطر، والقاعدة الأمريكية نحن نعلم أن إيران معادية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل الآن تركيا تتحدث عنها سوف ترسل يعني جيشها إلى قطر حتى يتم الدفاع عنها. هناك العديد من الخيوط المتشابكة، يعني قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، وإيران تدعم قطر. كيف ترى هذا التشابك في الخيوط؟ هو دي يعني اللعبة السياسية التي حاولت المجموعة الحاكمة في قطر أنها تلعبها، وهي أنها تتصل وتكون على اتصال بالقوى المتعارضة والمتناقضة. يعني إلى حد كبير زي ما أشرتي أن فعلا هم عندهم قاعدة العديد، ودي أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، وكان لهم صلة قوية بالولايات المتحدة، وإلى أن علق ترامب أخيرا على أن لهم دور في الإرهاب وما إليه، ولهم صلة ببريطانيا، ولكن في نفس الوقت بيحاولوا أن يقيموا علاقات خاصة مع إيران، وأيضا علاقات خاصة مع تركيا، بالإضافة إلى أنهم في كل القضايا السياسية المطروحة سواء في القضايا الفلسطينية أو في القضايا السورية وما إليه بيلعبوا مع الأطراف المتناقضة، يعني مع حماس ومع إسرائيل، مع القوى المختلفة جوه سوريا المتناقضة مع بعضها. وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في أنهم بيلعبوا لعبة، يعني ما يسمى اللعبة بالنار في الدبلوماسية، لأن هذا يؤدي إلى أنك أنت في النهاية ما تقدرش تعمل توازنات ما بين كل هذه القوى، وليس لك بقى منطق ولا فلسفة محددة، وإنما مجرد كده بتحاول أنك أنت تتصل بكل القوى المختلفة وتلعب أي لعبة مطلوبة. وبالتالي أنا أعتقد أن السياسة القطرية في هذه المرحلة السابقة كانت سياسة خطرة أثرت تأثيرا سلبيا على المنطقة، وأثرت تأثيرا سلبيا على قطر نفسها على الشعب القطري. وبالتالي عندما وجه القطريين بهذا الموقف فوجئوا به، لم يكن يتوقعوا أن هناك تضررا بالغا من كل القوى والمجتمعات العربية بهذا الشكل، وفجأة اكتشفوا هذا نتيجة التصرفات التي قامت بها المجموعة الحاكمة في قطر. نعم، يعني وضحت هذه النقطة تماما معالي سفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، نشكرك جزيل الشكر، ونأمل أن يكون هناك جهود للتقارب والمصالحة حتى تعود قطر للعباءة الخليجية من جديد.